فاول كان عنده بلون موفو اصفر اصلا. ما الحكي يا شيخ؟ جيش دحجه. لا يعني اول كله اسود بني جلود حيوانات فاهم؟ ما شاء الله موف وحركات دلوعين يا شيخ. شوف والله فيلم سبارتا اثر فيهم. ها؟ فيلم 300. محمد يس يلا. Are you ready for the battle؟ دقيقة، ايش اللي يقدم الجيش؟ في زر ثاني يقدم صح؟ وش لا بس سهم بدون اي الاسهم 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 تسوي ستارت. اول واحد انا اسويه وانا ثاني واحد. ها؟ اقول وانا ثاني واحد ولا جنرالي ما عجرات. لا والله تصدق ما مسهم جيش الجنرال حقي. اوكي اليمين هذا الجيش ترى خيول طلع شكله شكله بس انتبه من التشارج اللي من خيوله. كويس اني جبت انا اربع سبيرز. من هذا اليمين؟ هذا خالد فايكنج. محمد وش كلهم فايكنج يا ليل. الله يلعنهم هالجيش يا عمي. شو الماوس الكلبي ذا؟ خلاص خلاص شوف جيشك متلخبط. خلاص انت بمتشارج خيوله بس بعدين تقدر تشيل وحدات المشاة سهله. انا قاعد اساعدك علاها. عندك اسهم صح؟ يب. اوكي ترى جيوشهم بدون اسهم بدون اي شيء ناويين يسوون كل تشارج فخلنا نلعب دفاعي دفاع عشان كذا الحين تجي فائده السيافين حقيني لما نحطهم وضعيه الدفاع. طيب ايش رايك ترجع؟ ارجع؟ خلاص بوقف هنا المكان حالي. لا لا وقف هنا ارجع ارجع. لا 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 ويلعنهم هالموس. حرك جيشي من نفسه. شوف الخط الاخضر ذا يعني نفسه بس خليك مستقيم كذا مستقيم خليك. ها لا تصير لاف مثلي كذا خليك. اوكي يعني نصير تقريبا مقوسين عليهم. ها يب شايف كيف انا افهمك يا اخي. هو عنده ترى جابلن بحاول اضرب الجابلن. طيب جابلن بيت اضربهم جابلن ما تضرب بعيد. اي لا انا اقول يعني اضربهم من بيت قبل ما يوصلوا لي. ما ادري خيولك كم خيل عندك انت؟ اثنين بس. اوكي ودهم يمين عشان كم التشارج حقه 225 225 حقينه كم؟ اوكي المفروض خيولك تشيل خيوله فحط معها رمح بس وتقدر تشيل جيشك كله. واحد بس؟ اي. حط الرمح كلها اللي تبي او انك تبي. لان اصلا ما عنده هو خيال الا وهذول الرماح تصير تشوف ذول الرماح ذولي هاي تصير تحطهم من ورا بعدين فهمت؟ تهجم عليهم ما عندك مشكله. حلو يلا. ايش فيه هو يلف؟ ما ادري شكلي اقول شوف 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 من ورانا شوف 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 بسرعة. تعال 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 هنا تعال هنا طنشي طنشي تعال هنا بسرعة 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 خلنا نقدر هذا بسرعة. بالخيال ولا بايش؟ ولا بجيشي؟ كل شيء كل شيء كل جيشي كل جيشي كل جيشي ترى جايب لي هو خيال من ورا. اها أنا مالي أنا عمي الماوس الكلبي ذا. بسم الله فجعتني يا شيخ. خيالتي بدخلهم في اللي ورا ذول حقينا.
لان ماني بفايق يجون يضربون قادي. خلاص يا فهد. طيب خلاص خلاص. Enemy units have been rallied. We await your orders. Dialamite warriors. Malay infantry at the ready. Ready. In advance at speed. Art. Power. شوف الرئيسك بس general. اوه لا 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 خلاص ارجع ما بيك تساعدني انت دمك ما ارجع عليه ليه روح جيشك يا ابو الشباب انا ترى يوم قلت لي انت خلاص ما خلاص يعني انك ما انت بجاينا Our men have given up and are running for their lives. Withdraw! Advance at speed. As you wish. Keep moving! At the double! رجال تلخبط جيشي من يوم ما جيتك. ليش انا انت قلت من جاي قلت خلاص مشيت من جاي انت يعني. قلت لي تعال انا قلت لك لا برسل الخياله حقتي هناك اي حسبتك اني انا قلت شكلي خلاص ما جاي انا كنت ابيك تجي بكل جيش وتسحب بالشباب انت ارسلت نص جيشك هنا ونص جيشك هنا انا قلت بس نص نص يا اخي حطيت بس السبيرز من ورا عشان لا جاي يلف علي عشان لا جاي يلف علي ذا عادي يمديك تهرب وتجي نقذ على هذا قبل ما هذا يلف عليك انت الغلطان مو بنا يعني كيف انا الغلطان يا شيخ ما حد انا ما قلت لك اقسم جيشك نص نص انا قلت لك تعرف كل جيشك انت رحت قسمت نص جيشك نص هنا ونص هنا ما ها كان هذا اللي يبيك تسويه يعني بس هذا كان قصدي يعني. حزمت محمد شوف في فرق قلت لك اوه دافع عن هذا وتعال اهجم انا قلت لك جيب كل جيشك انا ما ادري بعدين انت قلت لي خلاص روح ما احتاجك هنا النكبتر ايوه اي لان انت قلت باجلس وما ادري وشو خلاص بعدين قلت لك برسل خيالتي ورا بس ليش قلت لك ارجع يعني شفت انت لو كملت على اللي انت تسويه كنا تبن رجعتك الحين هذه على اللي انت نكبت فيها ازين من لو انك جيتني لانك كنت قاسم نصك نصين ما ينفع الجيش مقسوم نصين ابدا ما ينفع فهمت يب يعني الحين على اللي انت سويته وصار الحين هذا كله ترى ازين من انك لو انك كنت انا لو عن نفسي ما كان ودي اجيك كان مديني اتفاهم مع ذا وانت تقدر تتفاهم مع محمد اللي عندك كان مديك انا قلت بسوي كذا انا اعطيتك خطه وكانت بتنجح يعني لو جيتني بكل جيشك فانا هزمنا محمد بدون ما يعني انا خسرت الحين بس ما خسرت تقريبا الا كم وحده هزمنا محمد ثم انه هذا عشان كذا انا جيتكم قلت لكم بطولات هذا احب العب مع واحد انا متفاهم معه لو قلت تعال بجيشه يجي بجيشه كله قصدي ما كان قصدي ترى وزع جيشك هو توزيع جيشك غلط انا جيشي كله جاك ايش هو اللي ما جاك بس السبيرز بس عشان يحمل الظهر والجنرال وفي خيالتين ارسلتهم ورا بس كان يمديك والاسهم والسيافين والسيفين الاقوياء كلهم جو هذا كان يمديك تخليهم يجون ويمشون ورا جيشك بس هذا اذا جاني من ورا طيب ايش اسوي انا طيبات خيولك ليش واقفه كذا حركها جاك يا اخي تقدر تحط السبيرز حقينك ورا جيشك فهمت قصدي طب انا هذا اللي سويته ترى هذا اللي سويته تمشي ورا جيشي بس بالعكس انا لما اكلمك كان جيشك هنا زين ترى انا السبير حقاتك اسمع انا صورت الفيديو وانت شوفه لا قبلها كنت لا حاطهم بالعكس
لما قلت لي انت خلاص ارجع. انا ما ادري عن قبله، انا اكلمك على اللي انا وقت ما شفته. انا ترى انا ترى حطيتها زي اللي ما سويتها انت، ترى زي ما قلت لي ورا جتك انا ورا جيش بالضبط حطيتها الين ما اوكي. هي تدري شو المشكله؟ انا ما احنا متفاهمين، بس هذا هو معك انا، مو ترى انت غلطان ولا انا غلطان. لا بس انا اقول لك انت ما فهمتني، وانا اقول لك ايش كنت قاصد انا، فهمت؟ انا سويت ترى نفس اللي قلت قلت لي خلاص ماني بجايب الخيول، حسبت انك خلاص ما انت جاي كل جيشك، فقمت ايش سويت استراتيجيه عن اني الحالي اللي يلعب، فهمت انت قصدي؟ يب. ما كنت ادري قصدك انك بس بتروح بالخيول تبقي جيشك كله عندي. وترى السبيرز انا حقي حطيتهم زي ما قلت انت، حطيتهم بظهر جيشي بالضبط، الين ما انت قلت لي خلاص ارجع قمت حطيتهم في الوجه عشان اخرهم لين ما يجي جيشي يرجع يترتب. انا شفتهم بالوجه عشان كذا، ما ادري يمكن كنت تحركهم لان شفتك لحظه، يعني انا عندي حرب قاعد امشيها، فهمت؟ اه جود جوب جود جوب جود جوب سو فار جود جوب. ترى هذه قاعدة عندي، انا ما احب العب ترى معركة اثنين ضد اثنين كل واحد لحاله، هاي دايم ما اسويها انا، لان مي كذا في اللعب اثنين ضد اثنين، خاصة تقريبا تقدر تقول لعبتي اصلا تتواصل اثنين.